نعم. أسألك شيخ عبد الله عنك، صليت المغرب رحت على سيارة أنا ويا ربع معي، وجب علينا وقت المغرب، وقلت لهم وقفوا بنصلي، وقفنا ونصلي، أستني على قدود، صليت وصليت، بعدين ذكر علي إني ماني على وضوء، ماني على قدود، بعدين عقب ما رجعت على البيت، أنا توضيت وصليت، وقالوا لي ناس لا تصلي لنا حتى يجب المغرب، ما بين وقتين صلاة. لا تصلي حتى يجب المغرب عليك وصل، وانا عصيتهم وصليت، تجددت وصليت المغرب. لا احسنت واخطاوا، احسنت واخطاوا. اللي قال لك انه ما صلاه الا في المغرب الاخر، ما بين وقتين صلاه، هذا غلط. فاذا صليت مع الناس ثم ذكرت انك على حدث تأتيها في الحال، توضا وتأتيها في الحال، هذا اجل. من نام عن الصلاه الربع اللي صلى او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك على الفور. وقال واقيم الصلاه لذكري. الحاصل ان الانسان اذا صلى وعلى حدث ثم تنبه يبادر بالصلاه، توضا يبادر، او استيقظ وقد خرج الوقت يبادر لله يصلي ولا يأخر ولا يؤجلها. لكن المسافرون اذا حضر وقت المغرب وبالسياره مسافرون، الافضل ما ينزلون، الافضل يؤجل المغرب ما عليك، هذا الافضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل دخول المغرب اجل المغرب الى بعد العشاء، وإذا ارتحل بعد قبل الزوال أجل الظهر إلى مع العصر، يجمعها مع العصر. وهكذا المغرب إذا ارتحل الإنسان من مكانه على السيارة أو على الدابة قبل الغروب يأجل بس المغرب، ما يقول ينزلوا صلوا المغرب، لا يأجلها ما عليه، هذا السنة.